تشاهدون الآن. فريق الجدعان ريل استيت في جولة داخل مشروع أزهى العين السخنة الذي تنفذه شركة مدار للتطوير العقاري على مساحة 400 فدان. مكملين مع حضراتكم في قلب مشروع أزهى العين السخنة، واحد من أهم مشروعات شركة مدار اللي بتنفذه على مساحة 400 فدان، وبيضم نادي رياضي وملاعب بادل وخدمات بتتقدم لأول مرة لعملاء السوق العقاري. تعالوا نعرف تفاصيلها من المهندس محمد توفيق رئيس القطاع التجاري لشركة مدار. ركزوا معاه. شركة مدار احنا عارفين ان اساسها سياحي، نقدر نقول ان ده سبب الجمال اللي هي بتبني عليه كل مشروعاتها؟ فعلا، وهي بتتبني كانت بتتبني بيزد على اللي انت بتقول عليه ده بالظبط. فكرنا هوسبيتاليتي، ازاي تبسط الكلاينت، ازاي الكلاينت يفضل يجي لك ويختارك الاوتيل بتاعك دونا عن كل الاوتيلات كلها، ان هو ما بيشتريش، هو بيجي باي رنت عشان يبسط، فلو ما اتبسطش مش هيجي تاني. فاحنا خدنا المينتاليتي دي وعملنا لها كاسكيدنج على شركة ديفلوبمنت، عشان كده فكرة المشروعات بشكل عام في الشركة بالظبط. طبعا اللوكيشن بتاع مشروع السخنة مميز جدا، نقدر نعتبر ان ده البيتش او الشاطئ بتاع العاصمة. 25 دقيقة العاصمة الإدارية، 45 دقيقة تبقى في التجمع الخامس، ولسه كمان لما يتعمل القطر السريع هيبقى اللي عايز يجي السخنة ممكن يجي في خلال تلت ساعة نص ساعة بالكتير. مظبوط. ولما العاصمة الإدارية كمان تشتغل ان شاء الله واللي افتتاحتها تبقى السنة دي بإذن الله، خلاص هتبقى انت من 20 ل 25 دقيقة ماكسيمم تبقى في بيتك في العاصمة الإدارية، او في شغلك او في مدرستك او في جامعتك، وبيتك هيبقى على البحر. يعني انت شفت الجمال اللي احنا لفينا فيه النهارده، 90% من بيوتنا يا اما على لاجون يا اما على بحر يا اما على السوم بالميني بول، كل حاجه عندنا او اوبن سبيس لاندسكيب. يعني زي ما انت شايف 10% بس فوت برينت مبني عليها، و90% المشروع كله مبني على 10% بس. المشروع 400 فدان 1.6 من 10 مليون متر مربع، 90% منه open spaces و10% بس مبني عليه. طب ما كنتوش قلقانين على ربحية المشروع لما تعمله نسبة بنائية قليلة كده؟ اللي انت بتقوله ده يا سراج كان قالهولنا هيد اوف ديزاين تيم بتاع شركة WATG الأمريكية، هي اللي عملنا الماستر بلان بتاعت أزهى. بس زي ما كنت بتكلم معاك قبل التصوير كنت بقولك احنا كنا داخلين الماركت بنتريت الماركت في 2015، كان عندنا a lot of competition من شركات مالتي ناشنال وشركات مصري، كلها شركات محترمة، كنا لازم نحط لينا our fingerprint تبقى مختلفة، بتبني اسم جديد في الماركت. وفكر جديد كمان، فكر ان انت الهوسبيتاليتي، ان الناس تبقى مبسوطة اهم من الربح. الحمد لله عملنا ربح كويس. however لا، يعني المشروع طالع مختلف، يعني مفيش حد جي أزهى وكان ليه اي كومنت على المشروع. حتى الناس الاكسبرتس اللي شغاله في الريل استيت فيلد، اي حد بيجي أزهى بيقول المشروع ده مختلف، وكمان ان شاء الله مشروع الساحل هيبقى مختلف باذن الله ان شاء الله. انا عارف كمان العملاء بتاعكم حققوا ارباح كبيره، اللي اشتروا في 2015 النهارده ضاعفت ثمن الوحده بتاعتهم لسبع وثمان اضعاف على الاقل. ده حقيقي. احنا عندنا البيوت التوين هاوسز والفيلاز والسينيور شاليز، الحاجات اللي كانت تتباع على في 2015 2016، النهارده فعلا زي ما انت بتقول واضح ان انت يعني عارف المشروع كويس، فعلا البرسنتج بتاعه الارباح وصلت لسبع وثمان اضعاف الحمد لله. وده ار او اي ما بيتحققش في اي حاجه بره الريل استيت. لا، هو بص، الريل استيت هو هيفضل مختلف. يعني عايز اقول لك اللي اشتروا الصيف اللي فات الحمد لله النهارده عاملين ار او اي، يعني بفضل الله اكتر من 50% سنة الحمد لله. سنة واحدة، أقل من سنة كمان بست شهور عملوا ROI حوالي 50% على اللي هم دفعوا. زي ما قلت هو الشركة مبنية على أساس الهوسبيتاليتي أو الضيافة، إيه اللي بتعملوه مختلف عن بقية المشروعات؟ بص، هو إحنا الإكسبيرينس بتاعتنا من أول البوابة هتحسها، لو أنت جاي لك جست أو حد من أصحابك بتبعت له QR كود على الواتساب بيدخله من على الجيت. الأبليكيشن عندنا هي فيها ممكن تطلب أي حاجة، يعني زي ما بيقولوا من أصغر حاجة لأكبر حاجة. انتوا عاملين كونسبت اسمه عمدة أزهى، ايه الفكره وراه؟ الفكره وراه احنا حاسين شويه ان احنا ديفرنت، والاحساس ده جالنا قوي 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 اكتر مع الكورونا، لقينا ان كل اليونس الناس جت تتعزل
على البحر. ما دام هيتحبس يتحبس على البحر احسن. فالناس بحكم القعده هنا والمده طويله مع بعض بقى هنا في زي وي ار بيج فاميلي هنا، يعني احنا هنا از اونر الناس قربت من بعض بشكل اكبر، قربت من بعض. فده جاي من افكار الناس، يعني الناس نفسها احنا دايما على طول بنسمعهم، هم نفسهم هم اللي طلعوا الفكره دي ان احنا عايزين نعمل كوميونيتي لينا، ولينا قعدات ولينا طلبات ولينا حاجات. الايفنتس برضو من الحاجات المميزه جدا لازها، ممكن تكلمنا اكتر عن الايفنتس اللي بتنظموها؟ عايزين الكلاينت لما يجي هنا عمره ما يحس ان هو محتاج يخرج بره ازها. لا احنا هنا عاملين ايفنتس انترتينمنت بشكل متكامل. بالظبط، اور بلان ان احنا نعمل انترتينمنت لكل الاعمار، لكل الاعمار وكل افراد الاسره ولكل الهوايات. يعني انترتينمنت ايفنت قبل كده عملناه للدوج لافرز مثلا اللي ساكنين في ازها، ايفنت النهارده بالصدفه انت جيتوا بتصوروا للكار لافرز، لللاكجري كار لافرز. قبل كده طبعا ميوزك فيستيفالز دي على طول، عندنا ايفنت سبورتس ايفنت ريليتد للماراثون، ريليتد للسويمنج، ريليتد للجيم نفسه. احنا تقريبا عندنا احلى جيم في مصر ملحق بكيدز اريا، لو انت جاي عايز تسيب ولادك في كيدز اريا وتتمرن، احنا عايزين يجي ازها يعيش في ازها فيرست هوم، عايز يقعد الاسبوع كله ويروح شغله من هنا، عايز يجي ويك اند، عايز يجي لونج ويك اند، عايز يجي اعياد، هيجي اي وقت. وي اوريدي 100% ان احنا نستقبله ان شاء الله. مشروع ازها السخنه بعتوا منه قد ايه تقريبا؟ مشروع ازها السخنه باعين فيه حوالي 60% من المشروع. سلمتوا منهم كم وحده؟ احنا في عندنا 1500 عميل استلم الوحدات بتاعته، ولسه وي ار ان ذا فيز اوف تسليم حوالي 500 عميل كمان اليومين دول، معظمهم على ووتر فيتشر، يعني ما بين لاجون او فول او معظم الوحدات هنا في ازها كلها باصه على الميه. بص دايما العين تتكلم احسن بكتير من اللسان، نتفرج على حاجه في الحقيقه هتعجبك اكتر. يلا بينا. يلا بالمناسبه ازها العين السخنه هو اول مشروع بيقدم خدمات متكامله تم تشغيلها بالكامل في فتره قياسيه خلال 4 سنين من بدايه تنفيذ المشروع. كمان بيضم منطقة أنتري بارك، أكبر حديقة نباتية على مساحة 5.3 فدان، وهو المشروع الوحيد في السخنة اللي صممه مصمم الحائز على جائزة بينوي، وبيقدم لآلاف العملاء مجموعة متنوعة من الحفلات وعروض الترفيه، وكمان أنشطة مختلفة بتدعم فكر الاستضافة وبترسخ مفهوم العيلة اللي بتتبناه شركة مدار. دلوقتي هنزور الكريستال لاجون في مشروع أزها العين السخنة مع المهندس محمد توفيق رئيس القطاع التجاري لشركة مدار، وهي واحدة من أكبر البحيرات الصناعية للكريستال لاجون في العالم بطول شاطئ 10 كيلومتر. حقيقي إبداع ما بعده إبداع. احكي لي أكتر إيه الكريستال لاجون وتفرق إيه عن لاجون عادية؟ وانت بالظبط قلت اللي احنا كنا بنفكر فيه واحنا بنعمل الماستر بلان بتاعت المشروع، ان معظم المشاريع اللي هي اللي على البحر كانت بتستغل البحر احسن استغلال، كلنا ننزل الصبح نقعد على البحر، البحر يبقى زحمه شويه، بالليل نرجع نقعد في بيوتنا، نعمل اكتيفيتيز بتاعتنا، الشاوي، لعب الراكت، الحاجات اللذيذه اللي احنا بنحبها في بيت بتاع المصيف، بس بعيدا عن البحر. احنا نقلنا البحر زي ما انت بتقول قدام كل بيت، يعني زي ما انت شايف كده كل بيت تقريبا ليه الاون بيتش بتاعه. انت بتقول واي كريستال لاجون، احنا اخترنا رقم واحد في العالم، شركة رقم واحد في العالم في تشيلي هي صاحبة براءة اختراع كريستال لاجونز. المساحة اللاجون 52 ألف متر مكعب مية، برضو انت متخيل الارقام، ده التو لاجونز بتوع ازها، دي واحده من اكبر اللاجونز في العالم، يعني اسبر كريستال لاجونز نفسهم دي اكبر كريستال لاجون في العالم. لو الاثنين وصلوا ببعض، لو الاثنين كونكتد تبقى اكبر بحيره صناعيه في العالم. طبعا كريستال لاجون هو ساندي بيتش، ده غير البيتش بتاع البحر العادي. فانت النهارده عندك ميزه في المشروع ده ان انت عمرك ما هتلاقي زحمه على البحر، يعني عمرك ما هتلاقي زحمه عند الميه. اللي بيحب البحر البحر موجود، اللي بيحب البحر اللي هو الصناعي. هي مياه مالحة ولا مياه حلوة؟ لا لا مياه حلوة، مياه عذبة تريتد كمان، يعني انت ممكن تنزل المياه وتطلع تقعد في بيتك متاخد شاور. مونيتور طبعا من 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 تشيلي، فيها سنسورز أريا نسبة البكتيريا، نسبة المعادن، كل الحاجات الحيوية للمياه. انا عايز اسالك هو ايه الاختراع ده؟ ده ساكشن كور، ده شغال 24/7 اوتوماتيكلي،
كنترولد من الكمبيوترز يعني، بيديتكت لو في اي حاجه في الارض بتاعه اللاجون، بيشفط على طول اي حاجه، رمل، ورقه، بلاستيك، اي حاجه، بيروح على فلاتر عشان المايه تفضل على طول بالكلين اللي انت شايفها فيه ده. ابعد وحده عن المايه قد ايه تقريبا؟ يعني مشي دقيقتين. دقيقتين مشي؟ دقيقتين مشي على رجليك توصل للكيس. ولا محتاجين يركبوا عربياتهم ولا خالص. يعملوا زحمه عند الشاطئ ولا خالص اي حاجه خالص خالص، غير ان احنا عاملين ديفرنت كلاب هاوسز للاجون اللي هو تجمعات الناس، فيها كلاب، فيها كيدز اريا، فيها مطاعم، ممكن نسيرفع كمان على اللاجون حبه فاسيلتيز لذيذه قوي. كل واحد بيت في ازهى ليه عندنا 100 مساحه 100 متر ميه لبرايفت. لو قسمتهم على لو عدد قسمت الاريا بتاعت اللاجون على عدد الوحدات تلاقي كل بيت غير البحر طبعا ليه 100 متر مربع مساحه شير في اللاجون، فاللاجون على طول هتبقى فاضيه يعني وليها سبيس للناس. اللي قدام حضراتكم ده تامر شنديدي، الرئيس التنفيذي لشركه وتيره لاداره المدن، واللي نقدر نقول عليه عمده ازهى. هيكلمنا عن تفاصيل إدارة أزهى من مقر العمليات في التاون هول، وكمان منظومة الخدمات والصيانة اللي بتتقدم لعملاء أزهى العين السخنة. خليكم معاه. مهام عملك هي من أهم النقاط المهمة في منظومة التطوير العقاري. باختصار كده، المهام اللي انت بتقوم بيها هنا ايه؟ هي الفكرة كلها ان احنا عملنا نموذج عبارة عن تجميع تراكم خبرات عديدة من ناس كتيرة جدا موجودة في فريق العمل عندنا. المستهدف منها هو المستهدف من المفهوم بتاع التطوير العقاري، ألا وهو متلقي الخدمة، العميل اللي اشترى الوحدة عشان يعيش تجربة معيشية في مجتمع متكامل بشكل معين فريد مختلف شوية. المبنى ده مسمينه التاون هول، وده المقر الرئيسي لشركة وتيرة لشركة الإدارة. الخدمات اللي موجودة هنا بتبتدي من إدارة التسليمات، اللي هي إحنا بننزل نستلم الوحدة قبل ما نطلب العميل يجي يعاين ويستلم وحدته، بنسلم العميل وحدته في نفس الوقت بناخده على طول مع الخدمات اللي بعد كده هيبقى محتاجة، زي التعاقد على عدادات المياه والكهرباء. عندنا شبكة الفايبر أوبتيك اللي هي بتجمع الثلاث خدمات ما بين التلفزيون الداخلي والاتصالات والإنترنت. دي شركة أورنج اللي مسؤولة معانا فيها، بناخده على طول يتعاقد معاها. وبرضو عندنا غاز طبيعي، فشركة الغاز الطبيعي مقرها معانا. كل الحاجات دي موجودة في مكان واحد، عشان احنا لما بنسلم مش بنسلم واحدة، لما بنبتدي نتعامل حقيقة. احنا بنسلم تجربة معيشية، وبتبتدي من اللقطة دي. احنا كمجموعة من فوق، القبضة من فوق، احنا شركات، احنا أربع شركات: شركة سان رايز للسياحة والفنادق وكل ما هو سياحي، شركة هوسبيتاليتي. ومن هذا المنطلق أساساً برضو كونسبت التاون هول بيحسس الكلاينت بتاعنا إن هو قاعد جوه فندق مساحته 400 فدان. كل الخدمات اللي بتتأدى هنا، الأساس بتاع الفكر بتاعها وكيفية تقديمها مبني على الأسس بتاعة الهوسبيتاليتي. الاستثمار في العميل بداية قوية لبناء سمعة أي مطور، وشركة مدار حقيقي قدمت لعملائها تجربة فريدة وأفكار لأول مرة بالسوق العقاري، ودي مجرد البداية، لأن اللي بتجهزه مدار للسوق العقاري أكتر من كده بكتير. دلوقتي وبعد ما قضينا رحلة مع شركة مدار ومشروع أزهى، في حاجات حلوة جدا شفناها في مشروع أزهى، وفي حاجات كمان استفدنا منها في موضوع أزهى لازم نشاركها مع حضراتكم. إيه اللي استفدناه من مشروع أزهى وإيه اللي شفناه في شركة مدار؟ بتقدم مشروع على مساحة 400 فدان، فيه أكتر من 2000 وحدة بتتعامل معهم، إن هم 2000 غرفة فندقية أو 2000 وحدة فندقية. حسينا قد إيه إن الشركة دي عندها إيمان ومبدأ إن هي تقدم خدمات فندقية فعلا. النقطة التانية اللي استفدنا منها من خلال زيارتنا لمشروع أزهى هو موضوع الكريستال لاجون. الكريستال لاجون بيعالج مشكلة مهمة جدا في المشروعات السياحية. لو عندي الشاطئ ما يكفيش عدد الوحدات اللي موجودة، بيديك نفس إحساس الشاطئ بالظبط، شاطئ رملي بطول 16 كيلومتر من خلال مشروع الكريستال لاجون. كمان عجبنا جدا فكرة التاون هوم
أو موضوع العمدة، عمدة القرية، المكان اللي بيبقى عنده سرعة اتخاذ قرار في جميع المجالات المختلفة. المشروع هنا بيضم فنادق، بيضم إسكان سياحي، بيضم أنشطة خدمية، وبيضم محلات تجارية. فلازم نربط العناصر دي كلها بالتاون هوم. تاون هوم ده اللي بيرقصه العمدة، بيبقى عنده قرار سريع عشان يحسن من الخدمة اللي بيقدمها سواء لعملاء المشروع، سكان المشروع، أو المؤجرين أو الزائرين للفندق، أو كمان المؤجرين للوحدات التجارية واللي بيقدموا أنشطة مختلفة في المشروع. زي ما احنا عارفين إن أي مشروع بيبقى له كونسبت، الكونسبت اللي بيبني عليه المشروع. الفكرة اللي عجبتنا في مشروع أزهى العين السخنة كمان إن هو جاب ماستر بلانر من برا، من أقوى الماستر بلانرز الموجودين في العالم، عمل الكونسبت أو الماستر بلان العام للمشروع. بعد كده جابوا مصممين آخرين يتنافسوا في المشروع بأسماء وخبرات معروفة جدا للسوق المصري. بدأوا يتنافسوا داخل المشروع، بقى كل آيلند أو كل زون أو كل مرحلة ليها الماستر بلانر أو المخطط العام بتاعها. حصل نوع من أنواع التنافس والجودة في التصميمات بما لا يتعارض مع الشكل الجمالي العام للمشروع أو الروح العامة للمشروع. كمان شركة مدار أو مشروع أزهى بالخلفية الفندقية اللي عندهم، لأن هم في الأصل أصحاب فنادق، قدروا يبدعوا ويطلعوا فندق محلي، الفندق مش انترناشونال براند أو اسم عالمي بإدارة مصرية، بس قدروا أن هم يحطوا فندق على خريطة العين السخنة يبقى من أغلى الفنادق ومن أكثر الفنادق طلبا في منطقة العين السخنة. ده بخلاف السيجمنتيشن أو الشرائح المستهدفة، هم عارفين هم مستهدفين شريحة عاملة إزاي، فبالتالي في انسجام ما بين جميع ملاك المشروع، وده بيقلل من الخلافات أو المشاكل اللي بتحصل ما بين سكان المشروع أو العملاء الخاصين بالمشروع. كمان حسينا ان هم عندهم إرادة حقيقية لعلاج أي مشكلة أو أي كومبلين أو أي شكوى بتيجي من العميل. ده كان آخر كلامنا النهاردة مع حضراتكم في برنامج الجدعان ريل استيت. هنستناكم يوم الأحد الساعة 7 على قناتكم، قناة القاهرة والناس 2.